هي مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الدهرين. مسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. مسيح قام من بين بسلام إلى رب نطلب. كيريا لايسون. أهل السلام إلى وخلاص نفوسنا رب نطلب. يا رب ارحم. أهل السلام كل العالم مستبعد كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى رب نطلب. كيريا لايسون. أهل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله الرب نطلب. يا رب ارحم. أهل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. أجابينا بطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا فيلمنوس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب ملك هذه البلاد المحفوظ من الله وكل بلاطي وجنودي إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. هذا الدير المقدس وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنة فيها إلى الرب نطلب. يا اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل السائرين في البحر والمسبر والجو والمرضى والمضنيين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. أضد وخلص وارحم فاضني الله بنعمتك. يا بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة
فائقة البركة المجيدة، سيدتنا والدة الإله، دائمة البتولية مريم، مع جميع القديسين، لنود أنفسنا بعضنا بعضا وجميع حياتنا للمسيح الإله، لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. هللوا لله يا جميع الآن بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا. رددوا لاسمي ياكم مجدا لتسبيحته. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا. قولوا لله مرحبا أعمالك. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا. الأرض يسجدون لك ويرتلون لك ويترنمون لاسمك أيها العلي. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بشفاعة والدة الإله
القداسة طاهرة الفيقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنهود أنفسنا بعضنا بعضا وجميع حياتنا للمسيح حل إله لأنك الإله الصالح والمحب للبشر ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين آمين ليقم الله ويتبدد جميع شكل هكلو عند هر دهرين في الكنائس بارك الرب الرب من يا نبي إسرائيل خلصنا من أموات
لأنك قدوس أنت يا إلهنا، ولك نرسل المجد أيها الأب والابن والروح القدوس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. أيها الإله القدوس مسترف في القديسين الذي يسر في التسوات التقديس Amen.
قوي قدوسنا الذي لا يموت الحمر. السماء وانظر وتعد هذه الكرمة وأصلحها التي يمينك غرستها. السماء وانظر وتعد هذه الكرمة وأصلحها التي يمينك غرستها. من السماء والنور وتعد هذه الكرمة وأصلحها التي يمينك ورستها. قدوسنا الله قدوس قوي قدوس الذي يموت ارحمنا. يا رب خلص
بطريرك المدينة المقدسة ورشاليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقانا الجليل وصهيون المقدسة أبانا وبطريركنا لتكن سنوه عديدة. ثيوفيلوس الأب الأقدس الطوباوي والجزيل الاحترام بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقانا الجليل وصهيون المقدسة أبانا وبطريركنا لتكن صنوه عديدة. فيليمينوس الكلية والجزيل لاحترام المقام من الله رئيس سقفات على مدينة بيل المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة أبونا ورعينا لتكن سنوه عديدة. ميلونينوس الكل الطري والجزيل لاحترام المقام من الله رئيس سقيفة على مدينة كل المقدسة المتقدمة في الكرامة والمتصدرة في الرئاسة أمونا ورعينا لتكن سنوه عديدا. يفرح الصديق بالرب. استمع يا الله لصوتي حكمة فصل من أعمال الرسل القديسين الأطهار صوفيا بروسخومين. في ذلك الزمان ألقى هيرودس الملك الأيادي على قوم من الكنيسة ليسيئ إليهم وقتلا يعقوب أخا يوحنا بالسيف ولما رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا وكانت أيام الفيض فلما أمسكه جعله في السجن وأسلمه إلى أربعة أرابع من الجند ليحرسوه وفي عزمه أن يقدم إلى الشعب بعد الفيض فكان بطرس محبوسا في السجن وكانت الكنيسة تصلي إلى الله من أجله
يقدمه. كان بطرس في تلك الليلة نائما بين جنديين مقيدا بسلسلتين، وكان الحراس أمام الأبواب يحفظون السجنا. وإذا ملاك الرب قد وقفا به ونور قد أشرقا في البيت، فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا: قوم سريعا. فسقطت سلسلتان من يديه، وقال له الملاك: تمنطق واشدد عليك. ففعل ذلك، ثم قال له: البس ثوبك واتبعني. فخرج يتبعه وهو لا يعلم أن ما فعله الملاك كان حقا، بل كان يظن أنه يرى رؤيا. فلما جاز المحرس الأول والثاني انتهيا إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة، فانفتحا لهما من ذاته، فخرجا وتقدما زقاقا واحدا. وللوقت فارقه الملائكة، فرجع بطرس إلى نفسه وقال: الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يدي هيرودس. السلام لك أيها القارئ ولكافة الشعب. السلام لجميعكم. لروحك أيضا أصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. في ذلك الزمان أتى يسوع إلى مدينة من السامرة يقال لها سخار، بقرب الضيعة التي أعطاها يعقوب ليوسف ابنه. وكان هناك عين يعقوب، وكان يسوع قد تعبا من المسيح، فجلسا على العين، وكان نحو الساعة السادسة. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع: أعطيني لأشرب. فإن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما، فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب أن تشرب مني وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟
واليهود لا يخالطون السامريين. أجاب يسوع وقال لها: لو عرفت عطية الله ومن الذي قال لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة: يا سيد إنه ليس معك ما تستقي به والبئر عميقة فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أنت أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر ومنها شرب هو وبنوه وماشيته؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، وأما من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه له فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه له يصير فيه ينبع ماء ينبع إلى حياة أبدية. فقالت له المرأة: يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أجيء إلى هاهنا لأستقي. فقال لها يسوع: اذهبي ودعي رجلك وهلومي إلى هاهنا. أجابت المرأة وقالت: أنه لا رجل لي. فقال لها يسوع: قد أحسنت بقولك أنه لا رجل لي، فإنه كان لك 5 رجال والذي معك الآن ليس رجلك. هذا قلته بالصدق. قالت له المرأة: يا سيد أرى أنك نبي، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن المكان الذي ينبغي أن يسجد فيه هو في أورشليم. قال لا يسوع: يا امرأة صدقيني، إنها تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون فيها للآب. أنتم تسجدون لما لا تعلمون ونحن نسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حاضرة، إذ الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب إنما يطلب الساجدين له مثل هؤلاء. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قالت له المرأة: قد علمت أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك فهو يخبرنا بكل شيء. فقال لها يسوع: أنا المتكلم معك هو. وعند ذلك جاء تلامذه فتعجبوا أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقول أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: تعالوا انظروا إنسانا قال لي
كل ما فعلت فعلت ألعل هذا هو المسيح. فخرجوا من المدينة وأقبلوا نحوه، وفي أثناء ذلك سأله تلامذه قائلين: يا معلمكم، فقال لهم: إن لي طعاما لآكل لستم تعرفونه أنتم. فقال التلاميذ فيما بينهم: ألعل أحدا جاءه بما يأكل. وقال لهم يسوع: إن طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. ألستم تقولون أنتم أنه يكون أربعة أشهر ثم يأتي الحصاد؟ وهنا أقول لكم: ارفعوا عيونكم وانظروا إلى المزارع، إنها قد بيضت الحصاد. والذي يحصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا لحياة أبدية، لكي يفرع الزارع والحاصد معا. ففي هذا يصدق القول: إن واحدا يزرع وآخر يحصد. إني أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا أنتم فيه، فإن آخرين تعبوا وأنتم تدخلتم على تعبهم. فآمن بي من تلك المدينة كثيرون من السامريين من أجل كلام المرأة التي كانت تشهد. قال لي كل ما فعلت. ولما أتى إليه السامريون سألوا أن يقيم عندهم، فمكث هناك يومين. فآمنا جمع أكثر من أولئك جدا من أجل كلامه، وكانوا يقولون للمرأة: لسنا من أجل كلامك نؤمن الآن، لأن نحن قد سمعنا أن هذا هو في الحقيقة المسيح مخلص العالم. كنا محفوظين بعزتك كل حين، نرسل لك المجد أيها الأب والابن والروح القدوس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. إلى ربي نطلب يا رب ارحم. ليس أحد Oh.
والتقديس يطرح لنا كل مهام الدنوية. تقديس
حدث بالقربان، حدث بالقربان، حدث بالقربان. أبانا وبطيركنا ثيوفيلوس وأخوتنا رأس الكهنة والكهنة شماس الرهبان قدس الأب قسطنطين والأب يوحنا الذي شارك هذه الخدمة مع جميعكم وجميع المسيحيين الحسنة عبادة الأرثوذكسيين زوار قبر المقدس وكلاء نحسن إليه والمنظور هذه الكنيسة المقدسة مع وكلائها مع لجنة سيداتها مع شبيبتها مع كشافتها مع لجنة مدارس الأحد والذين يسرع خدمتهم مع الذين يتعبون يخدمون ويرتبون فيها والذين يقدمون أحسنات والتبرعات جميعكم وجميع عائلاتكم وأولادكم وبناتكم وأولادنا الذين مقاعد دراسة في المدارس في الجامعات وجه التوفيق ونجاحهم والذين في البيوت مرضى في المستشفيات على سيرة الشفاء في ضيقات في تجارب في حروب والذين أوصونا غير مستحق أن نصلي من أجلهم والذين تغيبوا عنا في هذه الخدمة الشريفة لأعذار مقبولة الرب والذين يطلبون حماية وشفاعة القديس جورجوس والذين يحملون اسمهم وجميع من ذكرت أسمائهم هذا الذبح المقدس من أحياء ليذكروا من رب الإله في ملكه كل حين الآن وكل وان وإلى دار الداهرين قد أنزل. يا أسد كهنوتك ليذكر ربنا في ملك السماء كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الدهرين كهنوتك بلاكسوكم حكم عن دهر الدهرين. عبيد الله الذين سبقوا أن رقد رجاء قيام الحياة الأبدية من بطاركة ورأسة كهنة وكهنة شماس الروبان والكهنة الذين سبقوا وقدموا هذا الهيكل المقدس والذين شيدوا هذه الكنيسة مع جميع أمواتكم وأموات المسيحيين حسن عبادة الأرثوذكسيين الذين ذكرنا أسمائهم والذين نجل أسمائهم مع جميع من ذكرت أسمائهم هذا المذبح المقدس من أموات يذكرهم رب الإله في ملكه كل حين الآن وكل وان وإلى دار الدائرين كانوا تذكر أسمائكم. لنكمل طلبتنا للرب نأدي هذا القرابين المكرم الموضوع الرب نطلب نأدي هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله الرب نطلب نأدي نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب أعوذ وخلص وارحم فضنا يا الله بنعمتك تشكر لك ويحل الروح نعمتك صالحة أن يكون رجلك من المقدسة السلامية بلا خطية من الرب نسأل ملاك السلام مجدنا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل
غفران خطايانا وصفا ذنوبنا من الرب نسال والصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسال أن نقضي غابر زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين نودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله برافعة ابنك الوعيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والصانع الحياة أنا كل أوان وإلى دهر الداهرين ولروحك أيضا لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكون مع جميعكم ومع روحك أيضا لنجعل قلوبنا فوق لنا عيد
لنشكر الرب. حق واجب ان نسبحك ونبارك ونحمدك ونشكرك ونسجدك في كل مكان سيادتك، لانك انت الاله الذي لا يوصف ولا تحل العقول ولا يرى ولا يدرك الدهر وجود كان هو هو بلا تغيير. وانت وابنك الوحيد الحق القدوس قد ابرزت من عدم وجود، ولما سقطت غدا فقمت لم تنفقت من كل شيء حتى ساعتي السماء وهبت من كل مستقبل. فنجي كل ذلك ذا لوث متساو في الجوار وغير منفصل وبتسبيح الظفار مرنمين وهاتفين وصارخين خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. كذا كسب هذا شقايا. اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي أرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. ونحن تذكر أن هذا الوصي خلاص كما جمعنا جمعنا الصلب قبل كم ثلاثة أيام صوت اسمعه تجوز أمين ومجي ثاني مجيد. يا الله فين خاطر حمني، يا الله فين خاطر حمني، يا الله فين خاطر حمني. التي لك من مالك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إن نقدم لك أيضا هذه عبادة الناطق الدم والنبض بطل الذرة فرسولها قدوسا لهذا الموضع أمين. وأما هذا خصوص المساء الكريم أمين. بارك في هذا الكاس مقدس، أما في هذا الكاس مقدس الدم الكريم بارك ما يسلكني هما محولي أبقى قدوسا أمين 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 حتى يكون متأمل انتباع الناس مفتوح خطاء وشرط القدوس ومدعو القدوس ومدعو القدوس ومدعو القدوس علينا. ثم نقرأ لك هذا عباد الناطق من أجل الذين يقولون الحياة هذا عصتا من الطاهرات الكلية القداسة الفائقة البركة المجيدة سيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم. اذكروا المفتقدين سبحانه وتعالى.
اسم سيادتك ابراهيم فرحان. من القبر في اليوم الثالث افرحي وتهللي يا باب النور الإلهي لأن يسوع الذي غاب في القبر قد أشرق لامعا أبهى من الشام وأنار المؤمنين جميعا وهب لي كنائسك المقدسة بالسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة جميعنا كافة. اذكر يا رب ولأبانا ورئيس كهنتنا فيلمينوس وهب لي كنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة. حقق على ابن الياس والخاطرين والخاطرين على ابن كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن وجميعهن. أعطنا نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الأب والابن والروح القدوس الآن وكل وآل وإلى دهر الداهرين. ولتكن مراحم لله العظيم مخلص يسوع المسيح مع جميعكم. بعد ذكرنا جميع القديسين ايضا وايضا بسلام الرب نطلب لاجل هذه القرابين المكرمه التي قدمت وقدسات الى الرب نطلب من اجل ان الى البشار الذي تقبل مدفع السماء العقلي المقدس تراطب روحاني ذكي يرسل العوض النعمه الالهيه وموهبه الروح القدس نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب عضود وخلص وارحم فضل يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كان مقدسا سلاميا وبلا خطية من الرب نسأل ملاك السلام مر جميعا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل راعا خطايانا وصفا ذنوبنا إلى الرب نسأل الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل أن نقضي غابر زمن حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل أن تكون وقت حياتنا مسيئة سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. بعد سؤال الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس دعنا أنفسنا بعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله.
وأهلنا أيها السيد أن نأسر بدالتي على ندعوك أباً غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول كاس مقدس كمان كما كاس بروح القدس امين وبركه القدس كلها كمان داعي دارين وحالات ما من بروح القدس امين حالات ما من بروح القدس امين انهم يا رب اعترف بانك انت في حقيقه المسيح ابن الله الحي وانك اتيت الى العالم لتخلص الخطاه الذين انا اولهم وأؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم بعينه وأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل التي عن معرفة والتي عن جهل وأهلني أن أشترك في أسرارك الطاهرة بلا دينونة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية آمين. أنا لا أسعى ماضيا إلى الشركة الإلهية فلا تحرقني بالمساهمة يا جابري فإنك نار تحرق غير المستحقين وطهرني بكل وسوسة فلني اليوم شريكا في عشائك السري والظهر لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك غدة غاشة لكن كاللص أعترف لك هاتفا اذكرني يا أخو اذكرني يا سيد اذكرني يا خصوص متاعتي ساكن يا كانت عايز تقدم ايوه السيد المحب البشر الرب يسوع
عن مسيح إلهي، لا تكن لي هذه القرابين لدينونة بسبب عدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد وتخديسهما ولعربون الحياة الآتية والملكوت المستقبل. أما أنا فصالح للالتصاق بالدم وأن أجعل رجاء خلاصي على الرب. بل اليوم شريكا في عشائك السري ويمنع الله، لأني لست أمر بسرك لأعدائك ولا أعطيك حجة لا شرك يا هودا، لكني كم استعدت لك هذه. اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، يا كاد التقط من عبد الله الأب قسطنطين دم ربنا ولهنا وخلص مسكر مقدس استنى طب بطرس أمين. تريو أمين. طيب نعم تش أمين. إنه عبد الله الأب يحنى دم ربنا ولهنا وخلص يسوع مسكر مقدس خلص استنى طب بطرس أمين. 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 إنه ربنا الأب عيسى دم ربنا ولهنا ومخلص في المسيح كان قد سنة بطرس أمين. الإبل أمين. الروح القدس أمين. إن هذا قد لم شفتي شفتاكم تزع ثامن طهر وكذا شفتهم خطي أمين. إنا نشكرك سيد محب بشر وحسن نفوس النهاك أنا كانت في هذا اليوم إذا نصرك السمر بين المعدة فجأة الطريق ومهتم بين الجنة كشفك على فضاياتنا ويد خلطان صلاة وصلاة طرعنا جدواتنا عنه وانتم جميعا تسك أمين. يا جوار جيوس المجيد قد أقبلت إلى الجهاد تقريبا إذابات واثقا مثل أسد غير الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المسيح قام حقا لقد قام. في هذا اليوم المبارك بما يعرف ويسمى الأحد الرابع من بعد الفصح نقيم تذكار القديسة فوتيني بما يسمى بأحد السامرية، وأيضا في هذا اليوم الذي يصادف 23 من نيسان أي 6/5 أيار غربي يصادف عيد القديس جورجوس رقادو أو استشهاد القديس جورجوس. في هذا اليوم الكنيسة تعيش لغاية هذه اللحظة فرحة القيامة، قيامة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح من بين الأموات. هذه القيامة حققت للعالم أجمع، للخطاة، للأشرار، للصالحين، للضالين، لكل البشرية. ففي هذا الأحد الخامس الكنيسة وضعت لنا أحد السامرية، وكنا نعلم
أحد السامري هي امرأة سامرية من منطقة سخار، والسامريين ما كان في تواصل بينهم وبين اليهود، كان ما يحكم مع اليهود أو اليهود ما يحكم معهم، يعتبرهم أقل درجة. ولكن هذه المرأة السيدة الخاطئة اختارها واصطفاها ربنا ومخلصه يسوع المسيح بعد قيامته، حتى يظهر أن الرب يسوع المسيح مات على الصليب وقام لكي يقيم مع الأحياء ويقيم مع الأموات الخطأ والصالحين. مات للبشرية أجمع، لم يفرق ما بين يهودي أو سامري أو أي جنس آخر، بل أجا أو أتى لخلاص البشرية أجمع. لهذه الكنيسة تضع اليوم بين أيدينا هذا الفصل الإنجيلي، يظهر لنا أمرين. الأمر الأول أن الرب يسوع المسيح أتى لخلاص كل البشرية، والأمر الثاني أيضاً أن الله عندما يختار الإنسان ويحدد الإنسان لأجل أن يخلص فهو يتقدم له. كنا نعلم بقصة السامرية عندما ذهبت لبئر يعقوب، وكيف أنها أرادت أن تستقي، والحديث الذي دار بينها وبين الرب يسوع المسيح. هذا الحديث دار حيث أن أقنعها أن من يتكلم معه هو الميساء المنتظر، وبعد هذا تكلم مع عن خطاياها، وتكلم أيضاً عن زوجها وكمن زوج لها، فآمنت. وهكذا بعد أن آمنت بالرب يسوع المسيح ذهبت وبشرت أو أخبرت أهل القرية أن هذا هو الميساء المنتصر. وأيضاً في هذا العمل فقد أصبحت القديسة فوتيني هي قديسة عظيمة، وأيضاً هي معادلة لحاملات الطيف لبشارتها بالرب يسوع المسيح، وتطلق عليها فوتيني أي المستنيرة، كونها أنارت في من خلال الرب يسوع المسيح الطريق لأهلها بلدها وللناس أجمع في إيمانها بالرب يسوع المسيح. أن خبر السامرية يفتح أمامنا باب المسألة الشهيرة التي تسمع على إدراك البشر، أي مسألة سابق التحديد، فأن السامرية جاءت إلى البئر لتستقي معاً، ولم يكن في حسبانها ولا افتكرت مطلقاً أنها ستجد هنالك مخلص العالم. ومع ذلك فقد وجدت هناك خلاص نفسها. كانت تطلب شيئاً فوجدت شيئاً آخر، كانت تطلب ماءً فانياً فوجدت ملكوتاً سماوياً. وهذا صار طبقاً لكلام بولس الرسول قائل: فهذا هو يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. فقد أراد الله أن يرحم السامرية، فدبر أنه في حال وصول ابنه الوحيد الرب يسوع المسيح لبئر يعقوب تأتي هي أيضاً هناك لتستقي معاً، وذلك لكي تؤمن فتخلص. لقد سبق الله منذ الدهر فحدد خلاصها، دعاها بتعليم ابنه وجعلها بارة وقديسة بالإيمان والتوبة. لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، هكذا كان جواب الرب يسوع المسيح لها. الكنيسة لا تدعو المؤمنين بأن يقتنعوا فكرياً بألوهية المسيح وبناسوته، هي لا تطلب إيماناً فكرياً كمفهوم إيماني فردي يؤمن بخوارق، بل تضع شهادة الأوائل الذين عاشوا مع المسيح ولمسوا ألوهيته وأكدوها لنا، بل دعموها للمشاركة مختبرين الحياة معه لكي يكونوا شهوداً للمسيح، هذه الشهادة الناتجة عن العيش معه. إن المرأة السامرية في هذا الإنجيل اليوم هي كانت إحدى هؤلاء الشهود الذين عاينوا المسيح وتحدثوا معه وذهبوا يبشر الكل بأن المسيح هو الله ومخلص العالم. لهذا الكنيسة تكرمها في هذا اليوم كونها هي أيضاً باشرت وعملت في عملية البشارة بقيامة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وفي هذا اليوم نحتفل بعيد القديس جورجوس، تحتفل الكنيسة الأورشليمية عامة وكنائسنا في الأردن وكنيسة الحصن وفي بعض الكنائس في الشمال بطريقة خاصة، كونها تحمل شفاعة القديس جورجوس، هذا القديس العظيم المشهور المعروف
هو قديس في الماضي وفي الحاضر وهو قديس معاصر، أي أن عاصر حياة الإنسان وكان موجود دائماً بشفاعته بجنب من يدعو شفاعته ويطلب شفاعته، فهو قديس مشهور ومعروف ومحبوب للجميع. فالكنيسة تقيم اليوم احتفالاً لرقاده أو استشهاده لقديس جورجوس. قديس جورجوس ولد في كابادوكيا في أواسط النصف الثاني من القرن الثالث ميلادي. بعض المصادر تقول أنه ولد سنة 280 من أبوين مسيحيين شريفين كانا من أصحاب الغنى والشهرة الاجتماعية. فوالده الأمير أنستاسيوس حاكم ملاطيا، والدته ثيوبيستي من اللد ابنة ديونيسيوس حاكم اللد. فلما رزقا بجورجوس اهتم والده بتربيته والتزامه بالأداب والأخلاق المسيحية المستقيمة، ولقنه العلوم الكنسية واللاهوتية والقوانين والأدب، وتعلم اللغة اليونانية التي كانت في ذاك العصر لغة الثقافة، كما أجاد الفروسية التي كانت مفخرة ذلك العصر. وكان جورجوس وسيم الطلعة، فياض حيوية، عالي القامة. كان والده أنستاسوس رفيقا للملك في أسفاره، وفيها أطلع على حقيقة ديانة المسيحية، فأمر بقطع رأسه وعين مكان أميرا آخرا. وكان جورجوس عمره لا يتجاوز 14. بعد استشهاد والده، أخذت والدته ابنها وذهبت إلى مدينة اللد ديوسبوليس موطنها الأصلي، ولها أملاك وافرة فيها. علم الحاكم الجديد بهذا الشاب عن حياة القديس جورجوس وفروسيته وشجاعته وهو في 17 من عمره، فأرسل بطلبه وبعث به إلى الإمبراطور الروماني دكسيانوس الذي حكم في فترة 284 إلى 305 ميلاد قبل الميلاد، في فترة بعد الميلاد، في فترة اضطهاد المسيحية، وزوده برسالة يوصي الإمبراطور بترقيته، فأعجب به الإمبراطور ومنحه لقب أمير وخصص له راتبا شهريا ضخما، وأعطاه 1000 جندي ليكون تحت إمرأته، فصار بحسب وظيفة قائد 1000، وعينه حاكما لعدة بلاد، وسجل اسمه في ديوان الإمبراطورية مع العظماء وأهدى حصانا ممتازا. وبعودته إلى فلسطين استقبله حاكمها بالحفاوة والتكريم. ولما بلغ من العمر 20 عاما توفيت والدته، وتركت فيه ذكرى طيبة جعلته يكمل مسيرته مثابرا على الإيمان المسيحي. بالوقت نفسه اشتهر جورجوس بانتصارته في الحروب التي لقب بها اللابس الظفر أو الظافر أو المظفر. ولما بدأ الإمبراطور دريكسيانوس يضطهد المسيحية ويعذبهم، وأصدر أوامر بإجبارهم على عبادة الأوثان، ومن يرفض منها من يرفض منهم يقتل على الفور. فدخل جورجوس إلى الإمبراطور غاضبا وجاهر بمسيحيته ودفع بحماسة عنها وعن معتقداتهم. فحاول الإمبراطور أن يثنيه عن عقيدته المسيحية بالوعود الخلابة والترقية إلى أعلى المراتب وبإغداق الأموال عليه، لكنه رفض كل هذا في الحاح وحزم. غضب منه الإمبراطور حتى أنه بالنهاية أمر في قطع رأسه في 23 نيسان 303، وهنالك مصدر يقول 296. حتى لا نطيل، كنا بنعلم عذبات القديس جورجوس، ولكن راح استشهد قطعتين أو موضوعين من عذباته. الموضوع الأول لما طلبوا أنهم يسقوا سم، فجابوا السم أو ساحر وجاب معه سم حتى يشرب منه القديس جورجوس يموت، لأنه كان يتوقع أنه هو عنده سحر بيعمل سحر بالقوة. لما كان يعذبوه يشفى، ففكروا كان يشفى بقوة السحر اللي عنده. فلما أجبت مصلموه أو شربوا الكاس السم، فقدير جورجوس رسم إشارة الصليب على الكاس، فقال: من أين تريدون أن أشرب؟ من هنا أو من هنا أو من هنا أو من هنا؟ وهكذا برأسه رسم إشارة الصليب على الكاس وشرب من الكاس ولم يصب أي شيء، حتى في النهاية آمن الساحر وانزاد غيظا الإمبراطور. ومن عذبات الثانية اللي بنقدر نستشهد فيها حتى تكون قدوة لنا بحياتنا، لبس القديس جورجوس حذاء، ومن الحذاء هذا وجدوا في قاع الحذاء مسامير، ف
فكل ما كان يمشي ويدوس على المسامير كان يضربه بجريه ويخزق جريه، كان يضرب جريه ويخزق جريه. فقديس جورجوس حتى كان يتقوى في المسيح وكان يستمر في جهاداته كان يقول اركض ايها يا جورجوس حتى تلحق المسيح. وهكذا نحن ايضا يجب علينا ان نتذكر قديس جورجوس ما عانى من عذبات من استشهادات في حياته دفاعا عن الايمان وكي يبقى ثابتا في ايمانه. فنحن ايضا مع اننا لا نلبس الحذاء الذي لبسه جورجوس، ولكن احيانا نلبس المتاعب، نلبس الامراض، نلبس الضيقات، نلبس الاحزان. فدعونا معا نصرخ مع القديس جورجوس ونقول فلنركض لكي نصل ونبلغ المسيح. القديس جورجوس استشهد، وبعد استشهاده نقل عبده أو خادمه جسده من مكان استشهاده إلى الليد، وهكذا عملوا كنيسة قديس جورجوس في الليد اللي موجود لغاية الآن، ويقال إنه في كل سنة يفيض الزيت المقدس من قبره. فنطلب شفاعة القديسة فوتيني وشفاعة القديس جورجوس في هذه الكنيسة أن يتشفع من أجلنا الرب يسوع المسيح، يمنحها النعمة والبركة ويمنحنا أيضا السلام، ويحفظ هذه البلاد وقائد هذه البلاد دائما. بحب أقدم شكري للأباء الأجلاء على تحضيرهم لهذا العيد، بقدم شكري للجنة وكلاء الكنيسة ولجنة سيدات الكنيسة مع الكشافة مع طلاب مدارس لحد والجوقة على عملهم الدؤوب وعلى جهودهم الطيبة حتى أنه نقيم احتفال القديس جورجوس اللائق به. وشكرا لكم جميعا، نتمنى الرب يكون معكم يحفظكم أجمعين. المسيح قام بين أموات وطئ الموت الموت وبحيا الذين في القبور. إلى الرب نطلب أيها الرب يسوع المسيح من الله الحي الراع والحمى الراع في خطية العالم، يا مواهب مدينين دينهم مدينين دينهما منع خاطر فرا خطاياها، أنت السيد اصفح واطلق واغفر الخطايا والأثام والذنوب التي صدرت من عبيدك هؤلاء، إما عن إرادة أو عن غير إرادة منهم، أو عن معرفة عن جاهل منهم، أو عن تعدل وصيان وصياك، وأن كان قد ضلقوا شيطانا وكل ناس لابسين سالكين في العالم قد أخطأوا بالقول أو بالفعل ما عفت عن جهل، وأن كان قد وطوا كلام كاهن أو سقط تحت لعنة كاهن أو لعنة سببهم لأنفسهم وقع تحت قسم، فأنت يا سيد الصام نزع عن حقد ارتضي بأن تحل عبيدك هؤلاء بكلمة منك واغفر لهم واعف عن لعنات مقصف حصادير رحمتك. نعم يا سيد محب البشر استجب لنا نحن منتظرين صلاحك نجع عبيدك هؤلاء، واخذ قدر رحمتك عن كل زلاتهم وانقذ من عذاب معبد، فإنك أنت يا سيد قد قلت كل ما ربطوا أرضكم مربوط في السماء وكل ما حلتوا أرضكم محلول في السماء، فإنك أنت وحدك معصوم خطاياك المجد أيها الآب مع ابنك الذي أبدا له روح كل قدس صار محيلها كل وان داهر الداهرين أمين. لتحللنا عليك نعمة روح قدس تغفر لنا خطاياك واستحقات الرئيس الكهنة أمين. آمين آمين. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري Oh.
اذكرني يا سلاميا وبلا خطية لنود أنفسنا بعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا لأنك رب لأنك أنت تقديسنا ولك نسجد المجد أيها الأب والابن والروح القدوس الآن وكل وإلى آخر الدهر آمين لنخرج يا رب يا مبارك الذي يباركنا ويقدس لنا نتكن عليه خلص شعبك وبارك ميراثك واحفظ ملا كنيستك وقدس الذين يحبون بها بيتك أن تشرفهم ضد ذلك بقدرتك الإلهية ولا تخذلنا نتكن عليك هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملوكنا ولجنود الشعب فإن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار فلك نسل المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس
الآن وكل وان وإلى دهر الداهين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا. إلى الرب نطلب. إلى الرب نطلب. بركة الرب ورحمة تحل عليك نعمة محبة البشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجدك أيها المسيح إلهنا رجاءً المجدك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. باسم الرب بارك يا سيد. أيها المسيح الإله الحقيقي، يا من قام بين الأموات لأجل خلاصنا بشفاعة أمك القديس كل الطهارة بريم كايب وبقوة الصليب الكريم محيو بنعمة قبر المقدس قام الحياة وبطلبات قوات السماوية الأهلية عديم السادة الغرالية وبتضرعات النبي الكريم الساق مجيد حمام مدان والقدسين المشرفين رسك المديح وقدس المجيد رسك المديح يعقوب أخو الرب أول ساق ساق في ترشيم والقدس عظيم في الشهداء جواز لابس ظفر شفاء هذه الكنيسة والشهداء حسن ظفر وقدسين سبقين مجيدين من كراتين كجلامات وشرطين ولينة وأبانا أبرام شهر الله والقدسين ستقاج جدا المسيح كما حلم والقدس أبا المتقدس والقدس في نمس هذه الشهادة وتذكار القديس القديس عظيم في الشهداء جواب سلاف ظفر شفاء هذه الكنيسة وتذكار الآن والقديسة فوتيني السامرية وأبينا جيد في قدسين يوحنا دامي فم رئيس ساكت كوستاريكيا سامة هذه الكنيسة الشريفة وجميع قديسين كان حقا خمسنا منك الصالح ومحبا للبشر كانتنا ورعيتنا ومرتين احفظهم يا رب لسنين عديدة بصلوات أبانا القديسين المسيح قام بين الأموات وأعطي الموت بالموت وأبى الحياة الذين في القبور. أمين.